سعدتم صباحا مشاهدينا الكرام، اهلا بكم معنا في اخبار الصباح ويوم جديد باخبار متنوعه. صباح الخير يا حنين. صباح النور يا راوية، اهلا بكم مشاهدينا، صباح الخير. حال العالم هذا الصباح من قناة العربية، ونبدا من العناوين. دفاع ترامب ينهي مرافعاته وهو يواجه مآزق بالتوازي، من الرايخ الموحد إلى كان السينمائي. الجيش الإسرائيلي يبدأ توسيع عملياته في رفح وسط إجلاء أكثر من مليون نازح. المرشد الإيراني خامنائي يقود اليوم مراسم تشييع جثمان الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي. وروسيا تبدأ تدريبات بالأسلحة النووية التكتيكية، والحرب تكشف عيوب الأنظمة الأمريكية المتطورة. نبدأ اليوم من الولايات المتحدة. 21 يوما من محاكمة جنائية هي الأولى من نوعها لرئيس أمريكي سابق، يحاكم دونالد ترامب فيها بما يعرف بشراء الصمت، والتهمة هي دفع أموال لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز. اليوم تفضل. بالفعل يا حنين، اليوم مشاهدينا أنهى فريق الدفاع عن دونالد ترامب مرافعاته دون أن يدلي الرئيس السابق بشهادته. المحكمة ستتوقف لمدة نحو أسبوع بقرار من القاضي خوان ميرشان الذي يشرف على هذه المحاكمة. أما العودة يا حنين فستكون يوم الثلاثاء المقبل من أجل تقديم المرافعات الختامية التي قد تستمر أو تستغرق يوماً كاملاً. بالفعل ثم سيكون مصير الرئيس الأمريكي السابق في يد هيئة المحلفين. الإدانة تحتاج قراراً بالإجماع من الهيئة. ترامب عقب إنهاء المرافعات اتهم القاضي خوان ميرشان بأنه فاسد ومضطرب. أيضا يا حنين، تصريحات طبعا ترامب تأتي لأن أمر حظر النشر الذي أصدره ميرشان نفسه يمنع ترامب من الحديث عن القضية، ولكن لا يمنعه من الحديث عن القاضي نفسه. I'm Eric Burleson from Southwest Missouri, and I'm here to send a message from the people that I represent. The people who are distraught with what they see this country doing to one of their favorite... بانتهاء أو بإنهاء المرافعات انقضى آخر أمل لترامب في أن يشهد بنفسه في هذه المحاكمة. هو كان يريد ذلك، لكن بعد مداولات كثيرة مع محاميه صدر القرار وقرر عدم القيام بهذا الأمر. ربما كان قرارا سليما، فالكل كان مجمعا حتى من حلفائه السياسيين خارج المحكمة أنه سيكون من الحماقة أن يشهد، لأن المخاطر القانونية مرتفعة للغاية في هذه الحالة. بالفعل، ما هي المخاطر التي نتحدث عنها؟ هذه المخاطر تزيد بالفعل درجتها بسبب شخصية ترامب، ذلك بحسب ريناتو ماريوتي المدعي الفيدرالي السابق، وهو شخص لا يمكن السيطرة عليه أي ترامب، هذا ما قاله ماريوتي. كذلك السناتر عن أريزونا أندي بيجز، وهو حليف لترامب، حضر المحاكمة الأسبوع الماضي وقال إن الأمر يصعب السيطرة عليه، خاصة عندما يكون لديك عميل ثرثار. A chatty client زي ما يقال. ولكن الدليل مشاهدينا من المحاكمة نفسها، لأنه الرئيس السابق مثلا انتهك أمر حظر النشر تخيلوا 10 مرات، لدرجة أنه هدد بالسجن. وعندما أدلت ستورمي دانييلز بشهادتها كان ترامب يشتم بصوت عال، بالفعل صعب السيطرة عليه. في يناير الماضي يا راوية أدلى ترامب بشهادته في دعوى الاغتصاب التي رفعتها ضده الكاتبة إيجين كارول. 3 دقائق و5 أسئلة أجاب عليها، فلم يحدث فيها أي ضرر كبير. لكن حين تطول المدة مع ترامب هنا تحدث الكارثة. ففي دعوى الاحتيال المدني في نوفمبر أدلى ترامب بشهادته لمدة 4 ساعات، طبعا فقد أعصابه ورفع صوته وهاجم القاضي. هذه المحكمة الهزلية لم أرى شيئا مثلها من قبل. الآن لدي محاكمتان أخريان كانتا أيضا محاكم هزلية، إنها متراكمة، وآمل أن تتعامل محكمة الاستئناف مع هذه الأمور، إنها فظيعة.
قصة أخرى مشاهدينا لترامب أثارت الجدل كثيرا خلال الساعات الماضية. ترامب كان في فترة الراحة ما بين الجلسات يتناول وجبة غذائه، وكانت حملته تتحضر لأمر قد يضره انتخابيا. مقطع فيديو مدته 30 ثانية يا حنين أعيد نشره على حسابه على تروث سوشيال. دعونا نتابعه أولا. What happens after Donald Trump wins? What's next for America? The economy booms. American energy is unleashed and an end to crushing taxes. The border is closed and the largest deportation in history is underway. No more wars as we focus on home. Law and order is restored. The American dream is back and the best is yet to come. Make America great again. هذا المقطع الذي تابعناه والذي تم حذفه أثار الجدل بسبب أنه تضمن إشارة الرايخ الموحد، المصطلح الذي استخدمه هتلر كاسم ثاني لوصف نظامه في وقت ألمانيا النازية. طبعا لم يمر المقطع على بايدن وحملته، هاجمت ترامب وبايدن قال إن ما نشره ترامب هو لغة هتلر وليست لغة أمريكا. تحاول بعد ذلك حملة ترامب تدارك الأمر وتزيل المنشور، لكن هل كان ذلك عن قصد يا راوية؟ على كل حال يعني لا ندري. المتحدثة باسم ترامب كارولاين ليفيت أجابت بلا، ولكن قالت أن المقطع تم إنشاؤه بواسطة حساب عشوائي على الإنترنت وأعاد نشره أحد الموظفين الذي من الواضح أنه لم يرى الكلمة بينما كان الرئيس في المحكمة، أو على الأقل هذا ما قالته تبريراً لما حصل والجدل الذي أثير حول هذا الفيديو. ولكن الكل يحاول مشاهدين استغلال هفوات الآخر، هذا شيء طبيعي في الانتخابات خصوصا قبل المناظرة المرتقبة في يونيو المقبل. بايدن يحاول استغلال كل هفوات منافسه طبعا، لأن استطلاعات الرأي أيضا تظهر تراجع شعبيته، واستطلاع لرويترز اليوم أظهر نسبة المؤيدين لبايدن بأنها انخفضت من 38% في أبريل إلى 36% في مايو، وهذه النسبة هي أدنى نسبة لشعبية بايدن منذ نحو عامين. إذن تتوالى الاستطلاعات التي تحذر بايدن بوضعه الانتخابي. لهذا السبب يخوض المناظرة المقبلة ضد ترامب، حيث تعتبر المناظرات التلفزيونية فرصة لكل مرشح لعرض برنامجه الانتخابي وأيضا إظهار قدرته على إقناع الناخب الأمريكي. انتخابات غير اعتيادية هذه المرة، يترتب عليها قرارات غير اعتيادية أيضا. أكيد طبعا، ومناظرة مبكرة مشاهدينا قبل انعقاد المؤتمر الحزبي للديمقراطيين والجمهوريين، وكلا المرشحين يحاول طبعا الاستعداد باستراتيجية واضحة. نادية البلبيسي من واشنطن لديها بعض التفاصيل عن هذه الاستراتيجية ولديها الكثير ما بين السطور. بايدن عرض الفكرة وترامب وافق عليها لتصبح المناظرات التلفزيونية بين المرشحين أول مناظرات لا تعقد كالمعتاد في فصل الخريف. قرار محفوف بالمخاطرة وبالمزايا، لكنه يسمح للمرشحين بالتفرغ لجمع الأموال والتنظيم الحزبي ودفع الناخبين للتصويت المبكر. بايدن وضع شروطه: لن يكون هناك جمهور يمكن أن يؤثر على الحوار أو حتى يخلق حالة من الفوضى، ويمنع احتجاجات محرجة ضد سياساته في غزة. سيقف الرجلان أمام مذيعين من محطة CNN للإجابة على الأسئلة لمدة 90 دقيقة، وسيقطع الميكروفون عن كليهما إذا تحدثا أكثر من الوقت المحدد لهما. ما يحتاجه بايدن التأكد من عدم الخلط بين الأسماء القادة أو الأفكار والسياسات. أعتقد أن هذا من شأنه أن يجعل الناس يشعرون بالقلق، لذا فإن محاولة التأكد من أنه لا يرتكب أخطاء وأنه يبدو نشطا وحيويا، أعتقد أن هذه هي المفاتيح الحقيقية لجو بايدن. ترامب يتقدم استطلاعات الرأي في الولايات المتأرجحة، لذا فهو يعتقد أن المناظرة المبكرة في 27 من يونيو ستكون بمثابة الضربة القوية لبايدن وإن لم تكن حاسمة.
سيقوم ترامب بالحديث عن أي شيء في المناظرة يعتقد أنه يظهر بايدن كرئيس ضعيف. إذا رأى أن أداء بايدن في غزة ضعيف سيركز على الموضوع. إذا كان يعتقد أن أداء بايدن في موضوع أوكرانيا ضعيف فسوف يثير ذلك، وأضمن أنه سيجعل من قضية الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك قضية رئيسية ومركزية. ترامب سيسلط الضوء على ضعف القدرات الإدراكية لبايدن وإثارة مواضيع مثل الهجرة وأمن الحدود والتضخم وتعامل بايدن مع الأزمات الخارجية التي يعتبرها ترامب نقطة ضعف. تقديم المناظرتين إلى شهري يونيو وسبتمبر ستفيد المرشحين، أو على الأقل هذا ما يرونه، وستفيد أيضا شبكة CNN المتراجعة بالنسبة للمشاهدة، حيث من المتوقع أن تحصد هذه المناظرات أكثر من 80 مليون مشاهد، وستفيد بالدرجة الأولى الناخب الذي سيصوت مبكرا. نادية البلبسة العربية، واشنطن. سنناقش عموما موضوع الاستطلاعات والمناظرات وكذلك المحاكمة مع ضيفنا من واشنطن إيهاب عباس المحلل السياسي. أهلا بك. إذا المحاكمة تدخل أسبوعها الثالث ولا مؤشرات أو احتمال على تبرئة أو إدانة ترامب، ولكن مما سمعناه من الادعاء أو الدفاع في الأسابيع الثلاثة وكذلك من الشهود، اعتقادك أن مصير ترامب يذهب باتجاه الإدانة أم التبرئة؟ نعم، أهلا بحضراتكم، صباح الخير وصباح الخير لكل المشاهدين. يعني أنا أعتقد أنها ستكون هناك محاولات للإدانة بشكل كبير جدا، لأنها فرصة في الواقع لمحاولة يعني الضغط على دونالد ترامب قبيل خوضه المناظرة المرتقبة مع جو بايدن في 27 من يونيو القادم، وهي المناظرة الأولى، والضغط على حملته أيضا بشكل طبعا قضائي كبير، وإعطاء مشهد مهم للمواطن الأمريكي الذي هو ما زال متأرجحا في رأيه بين بايدن وترامب، بأنه كيف له أن ينتخب رئيسا تمت إدانته أمام المحكمة. وبالتالي هي فرصة للديمقراطيين للضغط في هذا الاتجاه، بغض النظر عن إذا كان القضاء مسيس أم لا، لكن سيتأثر دونالد ترامب بشكل كبير إذا ما صدر. مع ذلك أستاذ إيهاب، يعني بحسب آخر استطلاعات الرأي التي أجريت الآن في مايو، انخفضت شعبية الرئيس بايدن، انخفضت من 38% من في أبريل ل 36% في مايو. صحيح. يعني انخفضت ب 2%، رغم أنه هذا هو الوقت الذي تجري فيه كل هذه المحاكمات مع يعني أو يخوضها الرئيس السابق ترامب. فعلى ما يبدو بأنه يعني لم تؤثر سلبا على الأقل على ترامب، بل طبعا أتفق. أم أن هناك أسباب أخرى لهذا الانخفاض في استطلاعات الرأي في الشهر الأخير؟ لا طبعا، هو جو بايدن يعني أداؤه سيء جدا بالنسبة لنا كأمريكيين داخليا وخارجيا، أداؤه سيء جدا على الاقتصاد الأمريكي وعلى وضع الولايات المتحدة حتى خارجيا في الملفات المختلفة، من بينها الملف الأوكراني الروسي الذي قام بصرف يعني عشرات المليارات من الدولارات من أموال دفع الضرائب الأمريكيين، كان من الممكن أن يتم صرفها في إعفاء الطلاب الأمريكيين من القروض، قروض التعليم التي حصلوا عليها ووعدهم بوعده الانتخابي أنه سيقوم ب يعني رفعها عنهم، لم يفعل ذلك، وكثير من الملفات الأخرى التي أثرت طبعا على مزاج الناخب الأمريكي. آخر استطلاع للرأي بالمناسبة أيضا مهم أجرته شبكة فوكس نيوز، يشير إلى انخفاض أو بلاش انخفاض، إلى تفوق دونالد ترامب في نسبة الاستطلاع بمقدار 49% مقابل 48% لجو بايدن، وهذا أيضا يسير في نفس الاتجاه أن هناك عدم رغبة من المواطنين الأمريكيين في التوجه مرة أخرى لصناديق الاقتراع لانتخاب جو بايدن من جديد. الميزة التي كان جو بايدن حصل عليها في الانتخابات الماضية هو سوء إدارة أو هي سوء إدارة دونالد ترامب لملف كورونا واستهزائه بهذا الفيروس الذي أصاب وقتل عشرات الألاف أو مئات الألاف من الأمريكيين. عدا ذلك لم يكن لجو بايدن أي ميزة كي ينتخبه الأمريكيون، هم انتخبوه هربا من دونالد ترامب، لكن بعد أن جربوا
جو بايدن وسياساته تحديدا في المجال الاقتصادي يفضلون فيما يبدو العودة لدونالد ترامب، مع وجود طبعا كما ذكرت في المقدمة ولايات ما زالت متأرجحة، هناك كثر يفضلوا ألا ينتخبوا هذا الرجل أو ذاك، وهذا سيصب في مصلحة دونالد ترامب. وهذه كانت بالفعل شريحة كبيرة أستاذ إيهاب التي فضلت أن يكون المرشحان من مختلف، يعني شخصيات جديدة لا تعرفها الساحة من قبل. صحيح. وليس الرئيس دونالد ترامب أو الرئيس جو بايدن. على كل نشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من واشنطن إيهاب عباس المحلل السياسي. قصة أخرى تثير المشاكل لترامب، لكن هذه المرة في السينما ومن فرنسا، من كان لديك التفاصيل يا بالفعل. كما كنا نقول يا حنين، يمكن أن نثق بالرئيس السابق دونالد ترامب أن يثير الجدل والمشاكل في كل المحافل، هذه المرة حتى في هوليوود، لأنه مشاهدينا حملة طبعا الرئيس السابق دونالد ترامب تفكر في مقاضاة صانعي الفيلم The Apprentice، وهو فيلم يعني يتحدث عن المراحل والسنوات الأولى من حياة الرئيس السابق دونالد ترامب، خصوصا في مجال العقارات. طبعا ستيفن تشيونغ المتحدث باسم حملة ترامب قال لصحيفة The Hill إنه سيتم رفع دعوى قضائية بسبب ما يحمله الفيلم من ادعاءات كاذبة، كما قال، من صانعي الفيلم. الحملة اعتبرت الفيلم يتضمن تشهيرا خبيثا تماما ولا يستحق أن يأخذ مكانه بين الأفلام، لكن يبدو أن الفيلم الذي يخرجه الإيراني الدنماركي علي عباسي نال إعجاب الجمهور، حيث تلقى تصفيقا حارا لمدة 8 دقائق بحسب صحيفة The Hill. دعونا نتابع. لا أعتقد بالضرورة أن هذا الفيلم لن يعجبه، لا أعتقد بالضرورة أنه سيحبه، أعتقد أنه سيتفاجأ. كما تعلمون يجب على فريق دونالد ترامب الانتظار لمشاهدة الفيلم قبل البدء في مقاضاتنا. لكن مشاهدينا، رغم ذلك لم يكن دان سنايدر وهو أحد المستثمرين في الفيلم سعيداً بالإخراج النهائي للفيلم، ربما لأنه صديق ترامب واستثمر في الفيلم لاعتقاده أنه سيحمل توثيقاً جيداً للرئيس السابق. بكل الأحوال هذا الفيلم حظي بتقييمات إيجابية من النقاد، ولكنه أثار تهديدات قانونية من فريق ترامب. الزميل ليت بزاري من مهرجان كان في فرنسا يطلعنا على الصورة بشكل أكبر. ما زالت المسابقات هنا في مهرجان كان السينمائي في دورته 77 مستمرة للحصول على السعفة الذهبية لهذا العام، ومن بين الأفلام 22 الرسمية المرشحة لجائزة الفن السابع العريق هذا فيلم The Apprentice الذي يروي السنوات الأولى لرجل الأعمال الأمريكي دونالد ترامب في سبعينيات القرن الماضي وعلاقته بالسياسي الأمريكي روي كوهن. تم تصوير معظم مشاهد الفيلم في مدينة تورونتو الكندية. العمل يحمل توقيع المخرج الإيراني علي عباسي الذي عرف بفيلمه المثير للجدل ليالي مشهد الذي أخرجه عام 2022، وبعد أيام على عرضه بدأ مخرج العمل الإيراني يواجه انتقادات قد تصل إلى المقاضاة، إذ أعلنت حملة ترامب أنها ستقاضي صانعي الأفلام الذين شاركوا في فيلم The Apprentice بسبب تضمينهم معلومات كاذبة في أحداث الفيلم. يلعب بطولة فيلم The Apprentice الممثل سيباستيان ستان الذي شخص دور دونالد ترامب، وهو ممثل أمريكي من أصل روماني اشتهر بدوره في وينتر سولجر جندي الشتاء في أفلام مارفل، وحصل أيضا على جائزة أفضل ممثل في مهرجان برلين السينمائي. كما لعبت الممثلة البلغارية ماريا باكالوفا دور إيفانا ترامب وهي زوجة ترامب الأولى. فيلم The Apprentice أو فيلم ترامب كما يسمى هنا في أروقة مهرجان كان السينمائي قد يثير المزيد من الجدل قبل أيام من المناظرة الرئاسية بين ترامب وبايدن، وقبل أشهر من الانتخابات الرئاسية الأمريكية. من مهرجان كان السينمائي، ليث بزاري، العربية، كان، جنوب فرنسا. ساعتنا الصباحية مستمرة مشاهدينا، تتابعونا فيها بعد قليل. كلمة بلينكن في مجلس الشيوخ تقاطع بسبب حرب غزة والتهمة مجرم حرب. وتهمة أخرى شائعة في الجيش الروسي وهي الرشوة، القبض على جنرال.
أهلا بكم من جديد. إلى تطورات الحرب في قطاع غزة، حيث أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش بدأ توسيع عملياته في مدينة رفح جنوب قطاع غزة وإجلاء أكثر من 1,000,000 نازح فلسطيني. أشارت كذلك إلى أن عمليات الجيش لم تعد تقتصر على الجزء الشرقي من رفح، حيث تعمل 4 ألوية في الأحياء الشرقية للمدينة ومعبر رفح، فيما بدأت فرق أخرى في التقدم من غرب المعبر على طول محور فيلادلفيا الحدودي مع مصر. أيضا في الأثناء، أعلن مسؤول أمريكي كبير تأكيد واشنطن لمسؤولين إسرائيليين مخاوف الرئيس بايدن بشأن الاجتياح البري لرفح، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لم تعطي الضوء الأخضر لخطط الجيش الإسرائيلي في رفح. المسؤول الأمريكي أضاف أنه تم تقديم طلبات لإسرائيل بشأن كيفية تخفيف الأزمة الإنسانية في غزة ومناقشة كيفية التحول إلى مرحلة الاستقرار في القطاع. أيضا في السياق، نقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر قوله أن القاهرة رفضت أي تنسيق مع إسرائيل بشأن معبر رفح، حذرتها من تداعيات التصعيد في القطاع. من جهته، وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير واصل تصريحاته التصعيدية ودعا إلى احتلال قطاع غزة بالكامل بعد الحرب. صحيفة هارتس نقلت عن بن كفير قوله إنه يجب على إسرائيل السيطرة على القطاع وإقامة مستوطنات على أراضي القطاع. كذلك قال أنه لا يمانع أن يعيش في غزة بعد انتهاء الحرب، وهذا ما كان يدعو له منذ بداية الحرب، عودة القوات الإسرائيلية، بل ويدفع به بشدة هو وسموتريتش كذلك. فيما يخص المساعدات، حذرت الأمم المتحدة من أن الرصيف البحري الأمريكي الجديد لتسليم مساعدات إلى قطاع غزة قد يفشل ما لم تبدأ إسرائيل في توفير الظروف التي تحتاجها المنظمات الإنسانية. بالفعل طبعا، أكد برنامج الأغذية العالمي أن عملية التسليم من الرصيف توقفت يوم الأحد بعد أن عجزت قافلة المساعدات من الوصول، مشيرا إلى أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة تقوم الآن بإعادة تقييم الإجراءات اللوجستية والأمنية وتبحث عن طرق بديلة. من جهتها، كشفت وكالة الأونروا عن تعليق توزيع الطعام في مدينة رفح في جنوب قطاع غزة بسبب نقص الإمدادات وغياب الأمن، هذا خلافا لموقفها الذي أعلنته بداية اجتياح رفح. ولكن هذا تتوالى التحذيرات كذلك من نقص الأدوية، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية نفاذ المستلزمات الطبية في القطاع. أوضحت الأونروا أن حجمها وصل إلى الصفر في إشارة إلى النقص الحاد. أيضا وزارة الصحة الفلسطينية مشاهدين ناشدت المنظمة الدولية بتوفير المستلزمات الطبية بشكل عاجل لأهالي غزة. أيضا أفاد مصدر مطلع أن الحكومة الإيرلندية ستعلن الاعتراف بدولة فلسطينية اليوم الأربعاء. وقالت الحكومة الإيرلندية أن رئيس الوزراء ووزير الخارجية سيتحدثان إلى وسائل الإعلام دون ذكر مزيد من التفاصيل. أيضا إيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا كانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كانت قد أشارت في الأسابيع الأخيرة إلى أنها تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية، معتبرة أن حل الدولتين ضروري للسلام الدائم في المنطقة. وصف البيت الأبيض مصادرة معدات البث التابعة لوكالة أسوشيتد بريس من قبل مسؤولين إسرائيليين بأنها مثيرة للقلق، فيما طلبت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من الحكومة الإسرائيلية التراجع عن قرارها بمصادرة معدات البث وحملة القمع ضد الصحفيين، بحسب موقع أكسيوس. في الأثناء، قالت الخارجية الأمريكية وقال وزيرها أنتوني بلينكن إن الإدارة الأمريكية يسعدها العمل مع الكونغرس على صياغة رد مناسب على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، والذي يسعى لإصدار مذكرتي اعتقال بحق 2 من قادة إسرائيل بشأن حرب غزة.
القرار الذي اتخذته المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بالأمس كان خاطئا تماما. المساواة بين حماس وقيادة إسرائيل أعتقد أنه أمر سيؤدي إلى تعقيد احتمالات الحصول على اتفاق، وسنواصل المضي قدما للقيام بدورنا، ولكن هذا القرار كما قلت على العديد من المستويات خاطئ تماما، وسنكون سعداء بالعمل مع الكونغرس ومع هذه اللجنة لتقديم الرد المناسب. هذا الحديث لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين جاء خلال جلسة في مجلس الشيوخ الأمريكي. اللافت أنه خلال هذه الجلسة في الكونغرس تمت مقاطعة كلمة بلينكين، وتم اتهامه بأنه مجرم حرب. I was saying the People's Republic of China. He is a war criminal. He is a war criminal. The blood of 40,000 people is on his hands. The blood of 40,000 Palestinians is on his hands. He is a war criminal. He is a war criminal. Lincoln is a war criminal. The blood of 40,000 ننتقل مشاهدين الآن إلى إيران، حيث يقود المرشد الإيراني علي خامنئي مراسم تشييع جثمان الرئيس إبراهيم رئيسي، والذي لقي مصرعه في حادث تحطم مروحية مع 7 مسؤولين بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان. سيوارى جثمان رئيسي الثرى غدا الخميس في مسقط رأسه في مشهد شمال شرق إيران. هذا وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الدوما الذي سيتوجه إلى طهران لحضور مراسم دفن الرئيس الإيراني، إن روسيا مستعدة لمساعدة إيران في التحقيق في حادث تحطم الطائرة الذي توفي فيه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، مشيرا إلى أن موسكو ستواصل العمل مع إيران كما كان في عهد رئيسي. هذا لكن التصريح هو الثاني، بالأمس شويغو كان قد أكد ذلك، والآن بوتين بنفسه. على كل حال في هذه الأثناء أيضا حنين، وسائل إعلام إيرانية نقلت عن مكتب الرئاسة الإيرانية أن الطائرة الهليكوبتر التي كان يستقلها الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي واجهت سحابة خلال تحليقها، ما دفع بقائدها إلى زيادة ارتفاع الطائرة قبل أن تختفي وتنقطع وسائل الاتصال مع الرئيس ومسؤولين إيرانيين كانوا برفقته. مدير مكتب الرئاسة الإيرانية قال إن التحقيقات توصلت إلى أن جميع ركاب الطائرة قتلوا على الفور بعد سقوطها. وإلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، ورداً على ما تقوله موسكو إنه تهديدات غربية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الجوية تشارك في تدريبات نووية بالأسلحة التكتيكية، حيث تقوم طبعاً بتجهيز أسلحة الطيران بما في ذلك صواريخ كانغال التي تفوق سرعتها الصوت وتتميز برؤوس حربية خاصة. أيضاً الدفاع الروسية أوضحت أن المناورات النووية قرب أوكرانيا تأتي رداً على ما وصفتها بالتصريحات الاستفزازية والتهديدات من مسؤولين أو بعض المسؤولين الغربيين. أبرزها كانت بالطبع تصريحات الرئيس الفرنسي بأنه هناك احتمال بإرسال القوات كذلك للمشاركة مع الجنود الأوكرانيين في الحرب في أوكرانيا، وهذا هو الرد، رد بوتين على هذه التصريحات. تدريبات أولى على النووي التكتيكي يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي إن بلاده في حاجة إلى 130 طائرة دفاعية حتى للتصدي للهجمات الروسية. الروس يستخدمون 300 طائرة في أراضينا، لذا نحن بحاجة إلى ما يقل عن 130 طائرة للرد في الأجواء. لا يمكنكم توفير ذلك في الوقت الحالي. حسنا، إذن لنعود إلى الدفاع الجوي، أيضا لا يمكنكم توفيره. طائرة F-16 لا يمكنكم توفيرها حتى الآن، لذلك نحن نستنجد بالطائرات التي توجد على أراضي الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي المجاورة. ارتفعوا بها، استخدموها، أسقطوا الأهداف
واحموا المدنيين. طبعا بالحديث عن الأسلحة الروسية وما تحتاج أوكرانيا تحديدا مشاهدينا من الغرب من أسلحة، طبعا هذه الأسلحة كشفت عن عيوب خطيرة الحقيقة في بعض أنظمة الأسلحة الأمريكية تحديدا اللي هي عادة ما تكون الأكثر تطورا. بالفعل يا رامي، ولكن المزيد من التفاصيل مع حني. بالفعل. إذن التدريبات العسكرية، المناورات بالذخيرة الحية، كلها لا تساوي يوما واحدا على أرض معركة حقيقية لاختبار الأسلحة. الساحة الحقيقية إذن هي أرض المعركة. الاختبار الأوكراني للأسلحة الأمريكية كشف عن عيوب خطرة وعن نقاط ضعف بحسب تقرير لبزنس إنسايدر، خاصة وأن حرب أوكرانيا تشبه إلى حد كبير صراعات كالحرب العالمية الأولى، إذ يطلق جيشان في مواقع تتمتع بدفاع جيد عشرات الآلاف من طلقات المدفعية يومياً على بعضهما البعض. أبرز أوجه القصور ظهر في الحرب الإلكترونية، فأنظمة التشويش الروسية خلفت مشاكل كبيرة مع الأسلحة الدقيقة بما في ذلك صواريخ GMLRS وقذائف مدفعية إكسكاليبر. وأصبحت وحدات الحرب الإلكترونية الروسية متفوقة بشكل متزايد في تشويش أنظمة الملاحة GPS المستخدمة لتوجيه الصواريخ والقذائف إلى أهدافها، مما يجعلها تذهب خارج مسارها. أما دخول المسيرات إلى معادلة الحرب فكشف عن أزمة أخرى متعلقة بأنظمة الدفاع الجوي الأمريكي، وهي أن الصواريخ تكلف أكثر بكثير من الطائرات دون طيار رخيصة التي تستخدم لإسقاطها. ولكن المشكلة الأكبر التي كشف عنها وكشفت عنها هذه الحرب بحسب التقرير هي أن البنتاغون ببساطة لا يشتري ما يكفي من الذخائر لصراع طويل الأمد وواسع النطاق، بدليل عدم قدرته على توفير السلاح بالكمية التي تحتاجها أوكرانيا. لكن هناك اختبارات اجتازتها أمريكا بالفعل بتفوق، وأهمها الخاصة بأنظمة الدفاع الجوي باتريوت التي تحمي المدن الأوكرانية من الهجمات الصاروخية والطائرات دون طيار الروسية. هذه المعركة وأرض المعركة كشفت الكثير قبل هذه الحرب يا راوية. كانت هناك صورة جدا متفائلة حول الحرب وتكنولوجيا الحرب، ولكن بالفعل يعني على أرض المعركة كانت هناك ثغرات كبيرة للأسلحة الأمريكية الغربية عموما. ما هي الحروب هي التجربة الحقيقية لهذه الأسلحة ومدى فاعليتها، فبالتالي قد تفشل وقد ترسب في الامتحان دعينا نقول. لكن هذا مشاهدينا كان بالنسبة للأسلحة وطلبات زيلينسكي من الغرب حول هذه القصة، لكن هناك أيضا طلبات أخرى يطلبها الرئيس الأوكراني من حلفائه وتتعلق بعملية السلام بحسب ما صرح به وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف. وقال إن الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي طالب بشكل هستيري من حلفائه الغربيين دعم صيغة السلام المقرر أن تقترحها كييف في المؤتمر الذي تستضيفه سويسرا الشهر المقبل، وذلك لإجبار روسيا على الركوع على حد قوله. هناك أيضا قصة أخرى مثيرة من روسيا أو في روسيا تحديدا، حيث ألقي القبض على الجنرال في الجيش الروسي بتهمة الرشوة. يا حنين تخيلي، هو الجنرال إيفان بوبوف، وسبق أن تمت إقالته من منصبه بعد شكوى تتعلق بمشكلات واجهتها قواته في أوكرانيا. تعتبر تهمة الرشوة شائعة داخل الجيش الروسي، حيث تسببت أيضا في اعتقال نائب وزير الدفاع الشهر الماضي. طبعا متبادلة يا راوية في الجيش الروسي وفي الجيش الأوكراني كذلك تهم الفساد. بالفعل يعني وتم إقالة الكثير من الجنرالات الكبار في الجيش، وهذه التهم تحول دون دخول أوكرانيا كذلك على نطاق أوسع إلى الاتحاد الأوروبي والناتو. بالفعل. إذن هذه الساعة مستمرة مشاهدينا وتتابعونا فيها. من يستطيع إغضاب سكارليت جوهانسون؟ الذكاء الاصطناعي. والذهب قرب مستوى قياسي مرتفع وسط كهونات بقرب خفض الفائدة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا.
في مصر دعا أسامة الأزهري المستشار الديني للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى عقد مناظرة كبرى يناظر فيها وحده، ويناظر من جميع أعضاء مؤسسة تكوين، وهي مؤسسة تثير الجدل في مصر منذ فترة بعد تأسيسها وانعقاد أولى جلساتها قبل نحو أسبوعين. الأزهري قال إنه يدعو كلا من يوسف زيدان، إبراهيم عيسى، وإسلام بحيري، وفاطمة نعوت، وبقية أعضاء المؤسسة، كما ضم إليهم عالم المصريات الشهير زاهي حواس، رغم عدم صلته بتكوين، إلى مناظرة محددة يكونون فيها جميعا في جهة وهو في جهة مقابلة لهم، وقال ليسمحوا لي أن أبادر بالهجوم الفكري. في مصر أيضا مشاهدين، أصدرت نيابة شمال الجيزة أمرا بحبس سائق الميكروباص المتهم في حادث معدية أبو غالب لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق التي تجريه معه. أيضا أمرت النيابة بحبس 2 من عمال المعدية لمدة 4 أيام وعرضهم على الطب الشرعي لمعرفة تعاطيهم المخدرات من عدمه. أيضا النيابة العامة نسبت للمتهمين ارتكاب جريمة القتل الخطأ ل17 فتاة والتسبب في إصابة 8 أخريات عن طريق الخطأ. نذهب الآن إلى الأخبار الاقتصادية يا راوية. قد ارتفعت أسعار الذهب قرب مستوى قياسي مرتفع وسط تكهنات بقرب خفض سعر الفائدة، هذا ويترقب المستثمرون مزيدا من الدلائل على مسار أسعار الفائدة الأمريكية في أعقاب تعليقات حذرة من مسؤولي الفيدرالي الأمريكي، حتى مع ظهور بوادر على تباطؤ التضخم. لنفهم تأثير ذلك مشاهدينا، معنا الآن في الاستوديو نوف حجازي المذيعة في قسم الاقتصاد في شبكة العربية. صباح الخير. صباح الخير يا نور. يعني الذهب كونه الملاذ الأكثر أمانا من حتى كل المعادن الثمينة، ماذا يعني أنه يرتفع ليقترب من مستوى قياسي؟ هذا سعره فعلا يعني امر تاريخي. يوم كيف بيأثر علي انا كانسان عادي؟ يوم الاثنين الماضي راوية، قبل حوالي يومين، الذهب فعلا اخترق على مستويات، وعلى الاطلاق مستويات قريبه من 2450 دولار، قريب مستويات 2000 للأونصة دولار للأونصة. أكيد لنتحدث عن أبرز العوامل اللي أدت إلى هذه الارتفاعات. أكيد العامل الرئيسي هو زيادة المخاطر الجيوسياسية والتوترات الجيوسياسية. لماذا؟ كما تحدثت، الذهب هو ملاذ آمن، بالتالي في حالات عدم الاستقرار أو عدم اليقين سواء الجيوسياسي وحتى الاقتصادي يلجأ المستثمرون للذهب كملاذ آمن. بالتالي يعني شفنا حرب غزة للأسف، الهجمات الإيرانية على إسرائيل، ومن ثم إسرائيل على إيران. يعني إذا ما نظرنا على أسعار الذهب بالتحديد منذ 7 أكتوبر، نرى أنه أسعار الذهب مرتفعة بحوالي 32%، ارتفاعات قوية جدا. أكيد هناك أيضا عوامل اقتصادية، التضخم، الذهب يعتبر وسيلة تحوط ضد التضخم، بالتالي في ظل معدلات التضخم المرتفعة جدا أسعار الذهب ترتفع. وأكيد إحنا في العامين، نعم نوف، نتذكر الشهر الماضي جولدمان ساكس كان قد وضع توقعات ل 2700 دولار للأونصة للذهب، ولكن الآن في أقل من شهر وصل سعر الذهب إلى 2500. هذه الوتيرة السريعة كيف تفسر؟ توقعات يعني تشير إلى فعلا ارتفاعات أكثر على أسعار الذهب. لماذا وكيف تفسر؟ أكيد كما تحدثت هناك عوامل عديدة، ولكن هلا العامل الرئيسي اللي أدى إلى هذه الارتفاعات القوية هو التوقعات بأن الفيدرالي سيبدأ بتخفيض أسعار الفائدة. لماذا؟ كما تحدثت، معدلات التضخم كانت مرتفعة جدا، وصلت إلى أعلى مستوياتها في حوالي 40 عام، من ثم بدأت بالتباطؤ، بالتالي هذا يعطي الفيدرالي إشارة إلى أنه حان الوقت لإنعاش
تخفيض معدلات الفائدة لأنه أسعار التضخم بدأت تقترب من المستويات المستهدفة عند 2%. بالتالي الآن الأسواق تسعر أن يكون هناك خفض لأسعار الفائدة. هناك علاقة عكسية ما بين أسعار الفائدة وأسعار الذهب. بالتالي التوقعات بأن الفيدرالي سيبدأ تخفيض أسعار الفائدة رفعت أسعار الذهب. ويخفض أسعار الفائدة عادة الفيدرالي حتى ينعش الاقتصاد أو يشجع الناس على الاستدانة. بالطبع. فبالتالي ضخ المزيد من الأموال. هناك أكيد عامل مهم أن البنوك المركزية عم تشتري كميات أكبر من الذهب. لكن الأمر الملفت الآن أريد أن أقف عند هذا الأمر أنه كل حدا عم يطلع الذهب على مستويات قياسية. ولكن هناك معدن يسجل ارتفاعات أكبر من الذهب. يعني الفضة. الفضة. تماماً. منذ مطلع هذا العام الذهب مرتفع بحوالي 17%. لكن الفضة مرتفعة بحوالي 33%. اخترقت يوم أمس مستويات 32 دولار. بالتالي أعلى مستويات في حوالي 11 عام. لماذا؟ كذلك كل العوامل اللي بتنطبق على الذهب كونه ملاذ آمن والتضخم وأسعار الفائدة تنطبق على الفضة. ولكن هناك عامل مهم أنه الفضة تستخدم بكل شيء. بصناعة الإلكترونيات. الفايبر أوبتكس. بالشيبس. بكل شيء. السولار بانلز. لو أقولكم يعني أشاركم بسر صغير منه أكثر من 10 سنين. ووالدي وهو يعني عنده خلفية اقتصادية كبيرة وهو يعني بضل يصر علي استثمري بشغلتين ذهب وفضة. وقال لي فضة أكثر لأنه أسعاره رح تطلع مع الأوضاع الاقتصادية المتردية اللي عمالها تزداد تردي في العالم رح يطلع أكثر بكثير من سعر الذهب. يعني من terms of زيادة يعني راوية لأنه هي هذه المعادن غير مرتبطة بأي دولة. يعني إذا ما تحدثنا عن الدولار قوة الدولار مرتبطة بقوة الولايات المتحدة. قوة الين الياباني مرتبطة ولكن هذه عملة دولية بالفعل. تماماً. ولكل الزمن لكل الأزمنة كمان. تماماً. توقعات تشير باستمرار هذه المكاسب. نشتري يعني ولا ما نشتري؟ نشتري والمشاهدين ونصيحة الوالد كمان لازم نشتري. لا بس هلأ طلعت الأسعار رح ترجع تنزل. دائماً في تصحيحات بالسوق. يعني السوق دائماً عرضة لتصحيحات. بالتالي ننتظر شوية تراجعات وبعدين خبرينا وبتخبر المشاهدين بكل تأكيد. يعني خلوني أتصل بالوالد عشان أقول له. شكرا لك نوف حجازي المذيعة في قسم الاقتصاد في شبكة العربية. شكرا لكم. والآن إلى الفضاء. تفضلي. أخذكم أنا جولة إلى الفضاء. مشاهدين اتهمت روسيا الولايات المتحدة بالسعي لنشر أسلحة في الفضاء بعد يوم من رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار روسي في هذا الشأن وبعد اتهامات مماثلة من واشنطن. حيث أعربت وزارة الخارجية الروسية عن خيبة أملها إزاء قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بشأن عدم نشر الأسلحة في الفضاء. هذا وقررت شركة أوبن إي آي تعليق تفعيل أحد الأصوات الخمسة المميزة لمنصاتها الذكية للدردشة تشات جي بي تي بعد اتهام النجمة الأمريكية سكارليت جوهانسون الشركة بنسخ صوتها عمدا ودون علمها. بالفعل الصوت المعني هو سكاي والذي يتشابه بشكل كبير مع صوت جوهانسون التي لعبت دور مساعد صوتي يعمل بالذكاء الاصطناعي في فيلم هير. رغم تأكيد الشركة تطوير الصوت بناء على أصوات ممثلات مختلفة تتهم جوهانسون أوبن إي آي وتتهم مديرها العام سام ألتمان بتعمد نسخ صوتها دون علمها. كان في إلها فيلم لسكارليت جوهانسون مش قادرة أتذكر اسمه ولكن كان كله إي آي. هي نفسها بتصير كمبيوتر. نعم. إنسان تتحول لكمبيوتر. ربما شجع ذلك أوبن إي آي لأخذ صوتها. مش عارفة إذا هو أعتقد اسمه لوسي. اسمه لوسي وطبعا فعلا. هذا ما تنفيه أوبن إي آي بالتأكد. بدنا نشوف وين راح يودينا الإي آي بصراحة. تعهدت 16 شركة عالمية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي ومن بينها مايكروسوفت أمازون وآي بي إم بتقديم التزامات جديدة لضمان التطوير والاستخدام الآمن خلال اجتماعها في سيول حسب ما أعلنت الحكومة البريطانية. رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وبحسب بيان صادر عن المعهد البريطاني للعلوم والابتكار والتكنولوجيا أكد التزام هذه الشركات بالشفافية والقابلية للمساءلة بشأن خططها لتطوير ذكاء اصطناعي آمن. أيضا شركة ديل
الأمريكية أعلنت عن أجهزة كمبيوتر شخصية مجهزة لمهام الذكاء الاصطناعي أيضاً، وتحتوي على وحدات معالجة عصبية تخيلوا، وهي نوع من الرقاقات التي تهدف إلى تسريع عمل الذكاء الاصطناعي مثل تشغيل روبوتات المحادثة مثلاً. أكد الرئيس التنفيذي للشركة قدرة الشركة على تسليم الأجهزة بكميات كبيرة خلال العام الجاري وبداية العام المقبل وبكميات قياسية. في الأخبار الرياضية، قبل أيام انتهى موسم الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بتتويج نادي مانشستر سيتي باللقب. طبعا أحداث عديدة شهدها هذا الموسم، و محرر الصور في صحيفة الغارديان بحث في أكثر من 100,000 صورة ليختار بعض من هذه الصور الأبرز. نتابع. وفيما يخص الصحة، دراسة جديدة هي الأطول والأكبر من نوعها تكشف أن عقار إنقاص الوزن سيماغلوتايد المعروف تجاريا باسم أوزامبيك وويغوفي يساعد في تقليل خطر النوبات القلبية أو السكتات الدماغية للمصابين بالسمنة المفرطة بنحو 20%. تخيلي، وهذا الأوزامبيك عامل جدل وجدل كبير بالفعل. على كل حال التقرير من لندن لمراسلنا مصطفى زار، ولديه المزيد من التفاصيل. خبر جيد للمصابين بالسمنة المفرطة. عقار إنقاص الوزن سيماغلوتايد المعروف تجاريا باسم أوزامبيك وويغوفي يساعد في تقليل خطر النوبات القلبية أو السكتات الدماغية بنحو 20%. هذا ما كشفت عنه دراسة جديدة أنجزت تحت إشراف البروفيسور جون دينفيلد مدير معهد كلية لندن الجامعية لأمراض القلب والأوعية الدموية. إذا كنت مصاباً بمرض القلب، فإن الحصول على تحسن إضافي في علاجك وتقليل الإصابة بأمراض مستقبلية بما فيها فشل عضلة القلب نتيجة لهذا الدواء بغض النظر عن فقدان الوزن يجب أن يكون أمراً جيداً إلى جانب العلاج الأساسي لأمراض القلب، لذلك فهذا الدواء سيحسن وضع المريض. الدراسة هي أكبر وأطول تجربة سريرية وشملت أكثر من 17,000 شخص عبر العالم تزيد أعمارهم عن 45 عاماً يعانون من السمنة المفرطة. حقن المتطوعين بأقل من ميلغرامين ونصف الميلغرام من سيماغلوتايد أسبوعياً على مدى 40 شهراً يخفض خطر وفاتهم بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بغض النظر عن الوزن الذي فقدوه مقارنة مع المجموعة التي تناولت دواءً وهمياً. يهتم الناس بهذا الدواء لأنهم يريدون إنقاص الوزن، وإن كان وسيلة لخفض الوزن فإنه ليس بديلاً عن نمط الحياة الصحي وليس بديلاً عن اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة، ولكنه بالتأكيد طريقة إذا كنت ترغب في تحفيز قدرة الأشخاص على إنقاص الوزن. نقطة ضعف الدراسة أنها لم تشمل عدداً كافياً من الأقليات العرقية لفهم التأثيرات المحتملة للعقار الذي كان يوصف لمرضى داء السكري من النوع الثاني. هذه الدراسة كما يقول العلماء يمكن أن تكون أكبر اختراق طبي منذ اعتماد عقار ستاتن لخفض الكوليسترول، لهذا يحث هؤلاء السلطات الصحية على اتخاذ قرار وصف هذا الدواء حتى قبل الإصابة بأمراض القلب. مصطفى زارو، العربية، لندن. ونختم الجزء الأول من أخبار الصباح من اليابان، حيث قصة ترتبط بالسياحة. إحدى المدن في وسط اليابان ركبت شبكة عالية قاتمة لإخفاء منظر جبل فوجي الشهير في محاولة للحد من تجاوزات السياح.
بررت السلطات المحلية هذه الخطوة بسوء سلوك عدد كبير من السياح الأجانب، بما في ذلك بإلقاء النفايات والتدخين في المناطق غير المخصصة وعبور الطرق بشكل غير قانوني. وهذا الكلام ما بيمشي في كوكب اليابان. اليابان ابدا ما بيمشي، لو بيمشي بأي دول اخرى بيمشي بأفرست يمكن، ولكن ما بيمشي باليابان. بس يعني في دول تتمنى السياحة وفي دول تحاول تحد من هذه السياحة حماية البيئة. هذا يعتبر يعني لحماية البيئة. طيب خلينا على كل حال، احنا مشاهدينا الجزء الاول من اخبار الصباح انتهى، نذهب مباشرة إلى ريم لنبدأ فقرات صباح العربية. صباح الخير يا ريم. صباح الخير يا ريم. صباح الخير حنين وراوية، وأدخل معاكم على طول. هل أنتم من الناس اللي عادي دائما تجروا اتصالات بشكل دائم ما في كل حاجة في حياتكم، ولا تحبوا تختصروا الموضوع وتحطوا بعض الرسائل؟ والله سؤال، أنا بحبش كتير أحكي على التليفون أنا شخصياً يعني. أنا عكسك يا راوية، أنت بتحبي تحكي على التليفون يعني كتير. أنا بحب أنجز الأمور بمكالمة. مظبوط مظبوط. لا بس أنتوا عارفين الجيل زد يعني يفضل الرسائل النصية عن الاتصال الهاتفي. معناته أنا صراحة ماني من جيل زد. أنا من جيل زد بإيجابيات جيل زد، ولكن هذه الخصلة تحديداً تخلق مشكلة في التواصل عند الجيل زد. صح، فهو لازم التواصل وجه لوجه شيء كتير مهم، وهنا بيحاولوا يتفادوه. بس أنا مش عشان هيك ما بحب بتضايق من الاتصالات. من الاتصالات أنا كذلك. عموما عندنا تفاصيل كثير وموضوعات متنوعة، وأكيد بعد موجز. وأنت يا ريم ما قلتي لنا أنت شو أنا لا أنا لا أحب الاتصالات أبدا، دائما جوالي على الصوت. أنا وياكي من نفس الفريق طبعا. تفضلي يا ريم. بعد الفاصل والمزيد من التفاصيل.